شكرا. شكرا صاحب المعالي. تحياتي إلى فخامة السيد الرئيس جمهورية مصر العربية أستاذ عبد الفتاح السيسي ونائب رئيس زيمبابوي، أصحاب المعالي والسعادة سيدات والسادة. أود أن أشارك معكم درسين تعلمناه خلال هذه الجائحة. الأول أنه حينما يكون هناك مشكلة كبيرة عبر العالم فإن أفريقيا تقف دائما وحدها، أفريقيا تقف لوحدها. والدرس الثاني الذي تعلمناه في هذه الجائحة أنه حينما تجتمع أفريقيا معا فأمور كثيرة جيدا تحدث. ففي عام 2020 رؤساء الدول ومنهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمعوا معنا فيما كيف يمكننا أن نواجه هذه الجائحة. فحينما يأتي قادة أفريقيا معا فيتبعهم بعد ذلك الفرق الفنية وبعد ذلك كل الفرق التي تعمل معا. نحتاج أن نجلبهم، نجلب الشركات معنا، ونتعلم أيضا أنه من خلال كل أزمة فإن هناك فرص تتولد. وأقترح أن لدينا فرص في أربع مجالات. أولا نحتاج إلى تعزيز هيئاتنا الأفريقية على مستوى القاري، كل أنواع المؤسسات التي تعالج أمور الصحة العامة سواء على مستوى البلدان. نتمنى صاحب المعالي أن تأتي وتشاهد ما نفعله لدينا. الأمر الثاني هو تعزيز قدرات جميع الهيكل العامل. نحتاج إلى تدريب كل طاقم العمل ووضع كل شخص في مكانه الصحيح، وبحيث تكون لدينا فكرة واضحة حينما تبدأ مشكلة صغيرة كيف ستتطور ونكون في جاهزية كاملة. ثالثا أن نعزز قدراتنا في مجال التصنيع. كان أمرا فعلا مزعجا جدا في بداية هذه الجائحة أنه ليس لدينا القدرة لكي نمنح الموارد لشعوبنا، وظهر هذا حينما بدأت تأتي اللقاحات. نحتاج أن نبني كل البنية التحتية لهذا، ولكن نحتاج أيضا إلى تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص، الحكومي والخاص، أن نتعلم أن نعمل معا. وبعد ذلك يمكننا أن ندعو بعد ذلك أصدقائنا من خارج أفريقيا. وقد عبر فخامة الرئيس عن المساندة في مجال مواجهة التهاب الكبد الوبائي عبر أفريقيا، ونحن نستفيد من خبرة مصر من أجل إعادة هذه التجربة في الدول الأفريقية المختلفة، ونحن مستعدون وبحيث نكون مستعدين حينما نحتاج إلى هذا. شكرا.